نعم الدولة تعمل ده. وهنا أنا بقول لكل مواطن، سينا النهاردة الوضع مختلف. أنا كنت هنا في إبريل 2022، مش في وسط، أنا كنت في شمال رفح والشيخ زويد والعريش. الوضع النهاردة مختلف تماما. الدولة عملت ايه النهاردة؟ خلي بالك، لأنه عناصر الإرهاب زرعوا الأراضي دي، زرعوها عبوات ناسفة. فالدولة كان، أو قبل ما تدي أرض للناس وتسلم أرض للناس وتطهر الأرض، كان لازم تطهير هذه المساحات الكبيرة من الألغام والعبوات الناسفة. ما أنت مش هتودي واحد يروح أرضه، هيموت، يحصل فيه انفجار هيموت. سيادة الرئيس كلف القوات المسلحة إنهم يقوموا بتطهير الأراضي، عشان أراضي أولاً نزرعها، والنهارده بيتم زراعة مئات الآلاف من الأفدنة، بنتكلم 450 ألف فدان. 450 ألف فدان حضرتك، بالإضافة ل 300 تانيين، يعني بتكلم سينا النهارده حوالي 750 ألف فدان. شوف الرقم، سينا الفدان هنا، سينا صحراء أو في الغرب أو الدلتا أو تشكا أو غيره، يتكلف له حوالي 300 ألف 400 ألف تقريبا الفدان. أصل الموضوع مش يلا نزرع، نزرع اللي هو إيه يعني؟ كان بقى موضوع سهل قوي على فكرة، أسهل حاجة يلا نزرع، عظيم. وبعدين؟ طب أنت في صحراء، إيه اللي محتاج؟ لازم تشوف التربة الأول. طيب التربة موجودة، ماشي، تتظبط إزاي عشان تبقى أرض صالحة للزراعة، مش طوب ورمل وحجارة ولا تزرع في أي نخلة حتى. طب نعمل إيه؟ إعادة الأرض دي تأهلها عشان تكون صالحة للزراعة. طيب قبل الزراعة يبقى عندي إيه؟ المية. أخبار المية إيه؟ عندك ميه ولا ما عندكش؟ هتزرع 750 ألف فدان منين؟ وأنا بتكلم هنا سينا هيبقى فيها، خد الرقم ده، مليون فدان أرض زراعية هتتزرع في سينا، منها 750 النهاردة بنتكلم على زراعة، يضاف ليهم كمان 250 ألف بعد فترة قريبة إن شاء الله، فبنتكلم على مليون فدان أرض تتزرع كمان هنا في سينا. أنت متخيل دول المليون فدان يكلفوك 400 مليار، 350 400 مليار جنيه؟ مسألة محتاجة إنفاق كبير عشان تقدر تخلي الأرض هنا تتزرع. بتعمل مش زراعة بس، لا لا حضرتك، بنعمل مجتمعات عمرانية، سكن، مساكن للناس. أهالينا النهارده معمول لهم يمكن 13 مجتمع عمراني، منطقة عمرانية. البيت اللي وهم اللي طالبين، يعني هو طالب بيت معين بجنينه معينه بتسهيلات، هم ليهم طريقه هنا في السكن، مش زي عندنا هنا كل واحد يحب يبقى له حاجه لوحده، بيت لوحده، بيت بيربي حاجه ماشيه او غيره، او جمال او اغنام، او ليهم طريقه معينه وطريقه في الزراعه. يحب هنا يزرعوا، على فكره هنا يزرعوا قمح، احلى خوخ موجود هنا، هنا احلى خوخ موجود هنا. مش يقول لك الخوخ السيناوي، طبعا احلى خوخ موجود في سينا. العنب اللي موجود هنا، الرمان اللي موجود هنا، الزيتون اللي موجود هنا. انت بتتكلم على سينا، سينا العزيزه والغاليه علينا النهارده، في نقطه تحول كبيره جدا. اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهالي سينا واللي تشوفوه معانا النهارده، هو ده اللي الناس كانوا نفسهم ويتمنوا منذ، بقول لحضراتكم، عشرات السنين. ولكن نخلي بالنا من التحرك اللي عمله سيادة الرئيس. التحرك ده للناس هنا والناس كمان اللي تيجي كمان. سينا انا محتاج النهارده مليون مواطن يبقوا هنا، 2 مليون مواطن يبقوا هنا، 3 مليون مواطن يبقوا هنا. سينا حمايتها باللي بتعمل ده.